بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة الضحى وهي مكية. روينا من طريق أبي الحسن أحمد ابن محمد ابن عبد الله ابن أبي بزة المقرئ قال: قرأت على عكرمة ابن سليمان، وأخبرني أنه قرأ على إسماعيل ابن قسطنطين وشبل ابن عباد، فلما بلغت والضحى قال لي: كبر حتى تختم مع خاتمة كل سورة. فإنا قرأنا على ابن كثير فأمرنا بذلك، وأخبرنا أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك، وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن عباس رضي الله عنهما فأمره بذلك، وأخبره ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ على أبي بن كعب رضي الله عنه فأمره بذلك، وأخبره أبي أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بذلك. قال المعلق: ورواه الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال رحمه الله، ثم قال: هذا حديث غريب، وهو مما أنكر على البزي. قال أبو حاتم رحمه الله: هذا منكر، هذا لم يصح، في سنده ضعف، فلا يصح هذا الخبر. فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي من ولد القاسم بن أبي بزة، وكان إماماً في القراءات. فأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي، هو في القراءة هو إمام في القراءة، ولكن في الحديث سنده ضعيف، روايته ضعيف. أما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي رحمه الله وقال: لا أحدث عنه، يعني لضعفه. وكذلك أبو جعفر العقيلي رحمه الله قال: هو منكر الحديث. لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي رحمه الله أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير في الصلاة، فقال له: أحسنت وأصبت السنة. وهذا يقتضي صحة هذا الحديث. على كل حال، هذه الرواية لم يصح سندها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اختلف القراء في موضع هذا التكبير وكيفيته، فقال بعضهم: يكبر من آخر والليل إذا يغشى، وقال آخرون: من آخر والضحى. وكيفية التكبير عند بعضهم أن يقول: الله أكبر ويقتصر، ومنهم من يقول: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. لكن سند هذا الحديث لم يصح. وذكر الفراء رحمه الله في مناسبة التكبير من أول سورة الضحى أنه لما تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتر تلك المدة، ثم جاءه الملك عليه السلام فأوحى إليه: والضحى والليل إذا سجى السورة بتمامها، كبر فرحاً وسروراً. ولم يروى ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف، يعني لم يصح سنده، فالله أعلم. قال المعلق: والصواب أن هذا مما لم يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضي الله عنهم، يعني لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. وما روي فيها مما لا تقوم به الحجة، يعني بسند ضعيف. وشيخ الإسلام
ابن تيمية رحمه الله قد تكلم على هذا التكبير كلاما شديدا في الفتاوى. وانظر الآداب الشرعية لابن مفلح رحمه الله، ومرويات دعاء ختم القرآن لبكر أبو زيد، ومن كتابه استفدت هذا وجزاه الله خيرا. على كل حال، هذا التكبير لم يصح، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندبًا رضي الله عنه يقول: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرض، فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتت امرأة فقالت: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما أرى شيطانك إلا قد تركك، أعوذ بالله. وهذه المرأة هي أم جميل زوجة أبي لهب، قاتلها الله. فأنزل الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك وما أبغضك، رد على تلك المشركة. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير رحمهم الله من طرق عن الأسود بن قيس عن جندب رضي الله عنه، هو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، ثم العلقي به. وفي رواية سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس: سمع جندبا رضي الله عنه قال: أبطأ، أي تأخر، جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: المشركون ودع محمد، نعوذ بالله، أي ترك. فأنزل الله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك وما أبغضك، رد على المشركين. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج وعمرو بن عبد الله الأودي قال: حدثنا أبو أسامة، حدثني سفيان، حدثني الأسود بن قيس أنه سمع جندبًا رضي الله عنه يقول: رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر في أصبعه، فقال: هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. قال: فمكث ليلتين أو ثلاثًا لا يقوم، يعني بسبب المرض. فقالت له امرأة: ما أرى شيطانك إلا قد تركك، أعوذ بالله. وهذه المرأة أم جميل زوجة أبي لهب، قاتلهم الله. فنزلت: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك وما أبغضك. والسياق لأبي سعيد قيل إن هذه المرأة هي أم جميل امرأة أبي لهب، قاتلهم الله. وذكر أن أصبعه عليه السلام دميت، أي خرج منها الدم. وقوله هذا الكلام الذي اتفق أنه موزون ثابت في الصحيحين، ولكن الغريب هاهنا جعله سبباً لتركه القيام ونزول هذه السورة. فأما ما رواه ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن أبي شوارب، حدثنا عبد الواحد ابن زياد، حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد أن خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا قد قلاك. فأنزل الله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ولكن تقدم أن هذا القول قالته المشركة أم جميل زوجة أبي لهب
قاتلها الله. وقال أيضا: حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن هشام العروة عن أبيه قال: أبطأ جبريل، أي تأخر عليه السلام، على النبي صلى الله عليه وسلم فجزع جزعا شديدا، أي حزن حزنا شديدا. فقالت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها: إني أرى ربك قد قلاك مما نرى من جزعك. قال: فنزلت: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، إلى آخرها. فإنه حديث مرسل من هذين الوجهين. ولعل ذكر خديجة رضي الله عنها ليس محفوظاً، أو قالته على وجه التأسف والتحزن، والله أعلم. وقد ذكر بعض السلف رحمهم الله، منهم ابن إسحاق رحمه الله، أن هذه السورة هي التي أوحاها جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تبدى له، أي ظهر له في صورته التي خلقه الله عليها، ودنا إليه وتدلى منهبطا عليه وهو بالأبطح، فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال: قال له هذه السورة: والضحى والليل إذا سجى. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية، له 600 جناح، رآه مرتين، مرة وهو نازل من حراء، ومرة ليلة الإسراء. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن أبطأ، أي تأخر عنه جبريل عليه السلام أياماً، فتغير بذلك، فقال المشركون: ودعه ربه وقلأه، فأنزل الله: ما ودعك ربك وما قلأ. وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء، والليل إذا سجى، أي سكن فأظلم وادلهم، قاله مجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد وغيرهم رحمهم الله. وذلك دليل ظاهر على قدرة خالق هذا وهذا، كما قال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم جل جلاله. وقوله: ما ودعك ربك، أي ما تركك ربك، وما قلى، أي وما أبغضك، وللآخرة خير لك من الأولى، أي والدار الآخرة خير لك من هذه الدار، أي دار الدنيا. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وأعظمهم لها اطراحاً، كما هو معلوم بالضرورة من سيرته. ولما خُيِّر عليه السلام في آخر عمره بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة، وبين الصيرورة إلى الله عز وجل، اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنية صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يأخذ من الدنيا ما يعينه على الطاعة، ولا ينشغل بها، ولا يقدمها على الآخرة، فالدنيا فانية زائلة، والآخرة خير وأبقى. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد، حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه، قال: اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير، يعني بساط مصنوع من سعف النخل، فأثر في جنبه، ما هناك فراش ولا شيء، أثر ذلك الحصير في جنبه صلى الله عليه وسلم، فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه. ابن مسعود يقول:
رضي الله عنه، ولما استيقظ جعلت أمسح جنبه جنب الرسول عليه الصلاة والسلام، وقلت: يا رسول الله، ألا آذنتنا، أي أخبرتنا، حتى نبسط لك على الحصير شيئا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركتها وتركها، صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وابن ماجه رحمهم الله من حديث المسعود به، وقال الترمذي رحمه الله: حسن صحيح. وقوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي في الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه في أمته صلى الله عليه وسلم، وفيما أعده له من الكرام، ومن جملته نهر الكوثر الذي حافتاه، أي جانباه، قباب اللؤلؤ المجوف، وطينه من مسك أذفر، أي طين ذلك النهر مسك صالح، مسك خالص. اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله عن إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر المخزومي: عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه رضي الله عنه قال: عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته من بعده كنزا فسر بذلك، فأنزل الله: ولسوف يعطيك ربك فترضى، فأعطاه في الجنة 1000000 قصر، في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. رواه ابن جرير رحمه الله من طريقه، وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما، ومثل هذا ما يقال إلا عن توقيف، يعني قد سمع ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من علوم الغيب ولا يعلمه إلا الله. وقال السدي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: من رضا محمد صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل أحد من أهل بيته النار، يعني من المسلمين الموحدين. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله. وقال الحسن رحمه الله: يعني بذلك الشفاعة، يأذن الله له بالشفاعة في الموحدين. وهكذا قال أبو جعفر الباقر رحمه الله: الشفاعة الكبرى أن يطلب من الله أن يحكم بين العباد ثم يشفع في الموحدين الذين وحدوا الله وأخلصوا العبادة لله. وقال أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا معاوية بن هشام عن علي بن صالح عن زيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، ولسوف يعطيك ربك فترضى، صلى الله عليه وسلم. قال المعلق: وقال البوصيري في الزوائد رحمه الله: هذا إسناد فيه يزيد ابن أبي زياد الكوفي مختلف فيه، يعني فيه كلام.
ثم قال تعالى: يعدد نعمه على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه: ألم يجدك يتيما فآوى. وذلك أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه، عبد الله أبوه توفي وهو الرسول عليه الصلاة والسلام حمل في بطن أمه، وقيل بعد أن ولد عليه السلام. ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر 6 سنين، ثم كان في كفالة جده عبد المطلب إلى أن توفي وله من العمر 8 سنين، فكفله عمه أبو طالب، ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره ويوقره ويكف عنه أذى قومه بعد أن ابتعثه الله على رأس 40 سنة من عمره صلى الله عليه وسلم. هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الأوثان، أني مشرك، وكل ذلك بقدر الله وحسن تدبيره، إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل، فأقدم عليه سفهاء قريش وجهالهم، فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس والخزرج إلى المدينة، كما أجرى الله سنته على الوجه الأتم والأكمل. فلما وصل إليهم إلى الأنصار رضي الله عنهم آووه ونصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه رضي الله عنهم أجمعين، وكل هذا من حفظ الله له وكلاءته وعنايته به صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى، كقوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، ونور قلوبنا بالإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ومنهم من قال إن المراد بهذا أنه عليه السلام ضل أي ضاع في شعاب مكة وهو صغير ثم رجع، وقيل إنه ضل أي ضاع وهو مع عمه في طريق الشام، وكان راكباً ناقة في الليل، فجاء إبليس يعدل بها عن الطريق، فجاء جبريل عليه السلام فنفخ إبليس نفخة ذهب منها إلى الحبشة، ثم عدل بالراحلة إلى الطريق، حكاهما البغوي رحمه الله. وقوله عز وجل: ووجدك عائلاً فأغنى، أي كنت فقيراً لا عيال فأغناك الله عمن سواه، فجمع له بين مقامي الفقير الصابر والغني الشاكر صلوات الله وسلامه عليه. وقال قتادة في قوله رحمه الله: ألم يجدك يتيماً فآوى، ووجدك ضالاً فهدى، ووجدك عائلاً فأغنى. قال: كانت هذه منازل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله عز وجل. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله، وفي الصحيحين رحمهم الله من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة الأموال والمتاع، ولكن الغنى غنى النفس، القناعة. اللهم قنعنا بما رزقتنا، وبارك لنا فيما رزقتنا، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه.
الرزق الكفاف أي على قدر الحاجة. اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ثم قال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، أي كما كنت يتيما فآواك الله، فلا تقهر اليتيم أي لا تذله وتنهره وتهينه وتهنه، ولكن أحسن إليه وتلطف به. فينبغي لنا أن نحسن إلى الأيتام. قال قتادة رحمه الله: كن لليتيم كالأب الرحيم، ألطف به وأحسن إليه. وأما السائل فلا تنهر، أي وكما كنت ضالًا فهداك الله، فلا تنهر السائل في العلم المسترشد. قال ابن إسحاق رحمه الله: وأما السائل فلا تنهر، أي فلا تكن جبارًا ولا متكبرًا ولا فحاشًا ولا فظًّا على الضعفاء من عباد الله صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة رحمه الله: يعني رد المسكين برحمة ولي، أي قل له كلاما لينا. وأما بنعمة ربك فحدث، أي وكما كنت عائلا فقيرا فأغناك الله، فحدث بنعمة الله عليك، كما جاء في الدعاء المأثور النبوي: واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني يعقوب، حدثنا ابن علي، حدثنا سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة قال: كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها، أن تخبر بما أنعم الله عليك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهم الله: حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا الجراح بن مليح عن أبي عبد الرحمن عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. قال: إسناده ضعيف. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وفي الصحيحين رحمهم الله عن أنس رضي الله عنه أن المهاجرين رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجر كله؟ قال: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. إذا دعوتم لهم بالخير وأثنيتم عليهم يأجركم الله. رضي الله عنهم ورضي الله عن الصحابة أجمعين. وقال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا الربيع ابن مسلم محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إذا أحسن إليك محسن ادعو له. ورواه الترمذي رحمه الله عن أحمد بن محمد عن ابن المبارك عن الربيع بن مسلم، وقال: صحيح. وقال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله ابن الجراح، حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أبلي بلاء فذكره فقد شكره، أي إذا أنعم الله عليك نعمة
وذكرتها فقد شكرت، وإن كتمه فقد كفره. لا تكتم نعمة الله، اشكر الله. تفرد به أبو داود رحمه الله. وقال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد، حدثنا بشر، حدثنا عمارة بن غزية، حدثني رجل من قومي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطي عطاء فوجد فليجز به، أي كافئ إذا كنت تقدر أن تحسن إلى من أحسن إليك، فإن لم يجد يعني ما يكافئه فليثني به، يعني تقول له جزاك الله خيرا. فمن أثنى به فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. إذا أحسن إليك محسن ادعو له قل جزاك الله خيرا. قال أبو داود رحمه الله: ورواه يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن شرحبيل عن جابر رضي الله عنه. كرهوه فلم يسموه، يعني كرهوا هذا الراوي فلم يسموه. تفرد به أبو داود رحمه الله. وقال مجاهد رحمه الله: يعني النبوة التي أعطاك ربك، اشكر الله على النبوة التي أعطاك ربك. وفي رواية عنه: القرآن، اشكر الله الذي أعطاك القرآن. وقال ليث عن رجل لم يذكر اسمه عن الحسن بن علي رضي الله عنهما: وأما بنعمة ربك فحدث، قال: ما عملت من خير فحدث إخوانك ليقتدوا بك في فعل الخير. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: ما جاءك الله من نعمة وكرامة من النبوة فحدث بها واذكرها وادعو إليها. وقال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ما أنعم الله به عليه من النبوة سرًا إلى من يطمئن إليه من أهله. وافترضت عليه الصلاة والسلام فصلى، تفسير سورة ألم نشرح وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقضى الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: ألم نشرح لك صدرك، يعني أما شرحنا لك صدرك، أي نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا، كقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، ونور قلوبنا بالإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وكما شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسيحا واسعا سمحا سهلا، لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق، الحمد لله. وقيل المراد بقوله ألم نشرح لك صدرك شرح صدره ليلة الإسراء. جبريل عليه السلام شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وغسله بماء زمزم وملأه، أتي بطست فيه خير وملأ به صدر الرسول عليه الصلاة والسلام، كما تقدم من رواية مالك بن صعصع رحمه الله، وقد أورده الترمذي رحمه الله هاهنا. وهذا وإن كان واقعاً ولكن لا منافاة، فإن من جملة شرح صدره الذي فعل بصدره ليلة الإسراء، وما نشأ عنه من الشرح المعنوي أيضاً، والله أعلم. قال عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهما الله:
حدثني محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ بن محمد بن أبي بن كعب، حدثني أبي محمد بن معاذ عن معاذ عن محمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان جريًا على أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا يسأله عنها غيره، فقال: يا رسول الله، ما أول ما رأيت من أمر النبوة؟ ما أول ما رأيت من أمر النبوة؟ فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقال: لقد سألت يا أبا هريرة، إني لفي الصحراء ابن 10 سنين وأشهر، كان عمره 10 سنين وأشهر، وإذا بكلام فوق رأسي، سمعت كلاما فوق رأسي، وإذا رجل يقول لرجل: أهو هو؟ قال: نعم. فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قط، وأرواح لم أجدها من خلق قط، وثياب لم أرها على أحد قط، فأقبلا إلي يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بعضدي ما فوق المرفق، لا أجد لأحدهما مسا يعني مشقة، فقال أحدهما لصاحبه: أضجعه يعني على الأرض، فأضجعاني بلا قصر ولا هصر يعني بلا تعب بلا مشقة، فقال أحدهما لصاحبه: أفلق صدره أي شق صدره، فهو أحدهما إلى صدري ففلقه أي شقه فيما أرى بلا دم ولا وجع، فقال له: أخرج الغل والحسد، أخرج من قلبه الغل والحسد، فأخرج شيئا كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحها، فقال له: أدخل الرأفة والرحمة، فإذا مثل الذي أخرج شبه الفضة، ثم هز إبهام رجلي اليمنى فقال: أغدو وأسلم، فرجعت بها أعدو أي أجي رقة على الصغير أي رحمة على الصغير ورحمة للكبير صلى الله عليه وسلم. قال المعلق: قال الهيثمي رحمه الله في المجمع: رجاله ثقات، وثقهم ابن حبان رحمه الله. وقوله تعالى: ووضعنا عنك وزرك، بمعنى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الحمد لله الذي أنقض ظهرك، الإنقاض الصوت أي الذي ثقل على ظهرك وصار له صوت. وقال غير واحد من السلف رحمه الله في قوله: الذي أنقض ظهرك أي أثقلك، أثقلك حمله، فغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات الله وسلامه عليه. وقوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، قال مجاهد رحمه الله: لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، عند الإسلام وعند الأذان وعند التشهد وعند الخطبة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال قتادة رحمه الله: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن جرير رحمه الله: حدثني يونس، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: إن ربي وربك يقول: كيف رفعت ذكرك
قال: الله أعلم. قال: إذا ذكرت ذكرت معي، يعني في الأذان وفي الخطبة ونحو ذلك. وكذا رواه ابن أبي حاتم رحمه الله عن يونس بن عبد الأعلى به، ورواه أبو يعلى رحمه الله من طريق ابن لهيعة عن دراج. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو زرعة، حدثنا أبو عمر الحوضي، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي مسألة وددت أني لم أكن سألت، قلت: قد كانت قبلي أنبياء عليهم السلام، منهم من سخرت له الريح، ومنهم من يحيي الموتى. قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ألم أجدك يتيما فآويتك؟ قلت: بلى يا ربي. قال: ألم أجدك ضالا فهديتك؟ قلت: بلى يا ربي. قال: ألم أجدك عائلا فأغنيتك؟ قال: قلت: بلى يا ربي. قال: ألم أشرح لك صدرك؟ ألم أرفع لك ذكرك؟ قلت: بلى يا ربي. قال أبو نعيم رحمه الله في دلائل النبوة: حدثنا أبو أحمد الغطريفي، حدثنا موسى بن سهل الجوني، حدثنا أحمد بن القاسم بن بهرام الهيتي، حدثنا نصر بن حماد عن عثمان بن عطاء عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما فرغت مما أمرني الله به من أمر السماوات والأرض، قلت: يا ربي، إنه لم يكن نبي قبلي إلا وقد كرمته، جعلت إبراهيم خليلا عليه السلام، وموسى كليما عليه السلام، وسخرت لداود الجبال عليه السلام، ولسليمان الريح والشياطين عليه السلام، وأحييت لعيسى عليه السلام الموتى، فما جعلت لي؟ قال: أوليس قد أعطيتك أفضل من ذلك كله، أني لا أذكر إلا ذكرت معي، يعني في الأذان والخطبة ونحو ذلك. وجعلت صدور أمتك أناجيل، أي حفاظ يقرؤون القرآن ظاهرة، ولم أعطها أمة، وأعطيتك كنزا من كنوز عرشي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحكى البغوي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد رحمه الله أن المراد بذلك الأذان، المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يعني ذكره فيه. وأورد من شعر حسان ابن ثابت رضي الله عنه: أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: رفع الله ذكره في الأولين والآخرين، ونوه به حين أخذ الميثاق على جميع النبيين عليهم السلام أن يؤمنوا به وأن يأمروا أمامهم بالإيمان به، ثم شهر ذكره في أمته، فلا يذكر الله إلا ذكر معه في الأذان والخطبة وغير ذلك صلى الله عليه وسلم. وما أحسن ما قال الصرصري رحمه الله: لا يصح الأذان في الفرض إلا باسمه العذب في الفم المرضي، لا يصح الأذان إلا أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: ألم تر أن لا يصح أذاننا ولا فرضنا إن لم نكرره فيهما
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله صفحة 31 الفصل الخامس، وقال رحمه الله: اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى أمور، أحدها أن ينظر إلى أمر الله ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب، والثاني أن ينظر إلى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك خوفاً وخشيةً تحمله على التوبة، والثالث أن ينظر إلى تمكين الله له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه، وأنه لو شاء لعصمه منها، فيحدث له ذلك أنواعاً من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته وعفوه وحلمه وكرمه، وتوجب له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء لا تحصل بدون لوازمها البتة، ويعلم ارتباط الخلق والأمر والجزاء والوعد والوعيد بأسمائه وصفاته، وأن ذلك بموجب الأسماء والصفات وأثرها في الوجود، وأن كل اسم وصفة مقتضٍ لأثره وموجبه متعلق به لا بد منه. وهذا المشهد يطلعه على رياض مونقة، أي جميلة، من المعارف والإيمان وأسرار القدر والحكمة يضيق عن التعبير عنها نطاق الكلم فمن بعضها ما ذكره الشيخ: يريد صاحب المنازل أن يعرف العبد عزته، أن يعرف العبد عزة الله في قضائه، وهو أنه سبحانه العزيز الذي يقضي بما يشاء، وأن له لكمال عزته حكم على العبد، وقضى عليه بأن قلب قلبه وصرف إرادته على ما يشاء، وحال بين العبد وقلبه، وجعله مريداً شائياً لما شاء منه العزيز الحكيم، وهذا من كمال العزة، إذ لا يقدر على ذلك إلا الله، وغاية المخلوق أن يتصرف في بدنك وظاهرك، وأما جعلك مريداً شائياً لما يشاءه منك ويريده فلا يقدر عليه إلا ذو العزة الباهرة، وهو الله جل جلاله. فإذا عرف العبد عز سيده أي عز ربه ولاحظ بقلبه وتمكن شهوده منه، كان الاشتغال به عن ذل المعصية أولى به وأنفع له، لأنه يصير مع الله لا مع نفسه. ومن معرفة عزته في قضائه أن يعرف أنه مدبر مقهور، ناصيته بيد غيره، لا عصمة له إلا بعصمته، ولا توفيق له إلا بمعونته، فهو ذليل حقير في قبضة عزيز حميد، وهو الله جل جلاله. إلى أن قال صفحة 36 الفصل السادس، فقال رحمه الله: للتوبة المقبولة علامات، للتوبة المقبولة علامات. والتوبة ترك الذنب، والندم على ما مضى، والعزم الصادق على عدم العودة إلى الذنب، ورد الحقوق إلى أصحابها. للتوبة المقبولة علامات، منها من علامات قبول التوبة أن يكون بعد التوبة خيراً مما قبلها، ومنها أنه لا يزال الخوف مصاحباً له، لا يأمن مكر الله طرفة عين،
فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهنا يزول الخوف إذا بشره الملائكة عليهم السلام. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ومنها انخلاع القلب وتقطعه ندماً وخوفاً، وهذا على قدر عظيم، على قدر عظم الجناية الذنب وصغرها. وهذا تأويل ابن عيينة رحمه الله لقوله تعالى: لا يزال بنيانهم، أي بنيان المنافقين نعوذ بالله، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبةً في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. قال: تقطعها بالتوبة. ولا ريب أن الخوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجب انصداع القلب وانخلاعه، وهذا هو تقطعه، وهذا حقيقة التوبة، لأنه ينقطع قلبه حسرةً على ما فرط منه من الذنوب وخوفًا من سوء عاقبته. فمن لم ينقطع قلبه في الدنيا على ما فرط حسرةً وخوفًا، تقطع في الآخرة إذا حُقَّت الحقائق وعاين ثواب المطيعين وعقاب العاصين. فلا بد من تقطع القلب إما في الدنيا وإما في الآخرة. فعلينا أن نتوب إلى الله من ذنوبنا. ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضًا كسرةٌ خاصة، يعني خضوع لله تحصل للقلب لا يشبهها شيء، ولا تكون لغير المذنب، لا تحصل بجوع ولا رياضة ولا حب مجرد، وإنما هي أمر وراء هذا كله. تكسر القلب بين يدي الرب كسرة تامة قد أحاطت به من جميع جهاته وألقته بين يدي ربه طريحا ذليلا خاشعا، كحال عبد جان أي مذنب أبقى من سيده، أي هرب فأخذ فأحضر بين يديه، ولم يجد من ينجيه من سطوته، ولم يجد منه بدا ولا عنه غناء ولا منه مهربا. وعلم أن حياته وسعادته وفلاحه ونجاحه في رضاه عنه. وقد علم إحاطة سيده بتفاصيل جناياته، هذا مع حبه لسيده وشدة حاجته إليه وعلمه بضعفه وعجزه وذله وقوة سيده وعزته. فيجتمع في هذه الأحوال كسرة وذل وخضوع ما أنفعها للعبد، وما أجدى عائدتها عليه، وما أعظم جبره بها، وما أقربه بها من سيده. فليس شيء أحب إلى سيده من هذه الكسرة والخضوع والتذلل والإخبات والانطراح بين يديه والاستسلام له. فلله ما أحلى قوله في هذه الحال: أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني، أسألك بقوتك وضعفي وبغناك عني وفقري إليك، هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه. فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة. فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتهم توبته وليرجع إلى تصحيحها. فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة، وما أسهلها باللسان والدعوة، وما عالج الصادق بشيء أشد عليه من التوبة الخالصة الصادقة. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وحقائق التوبة ثلاثة، وعد منها اتهام التوبة. قال: لأنها حق عليه، لا يتيقن أنه أدى هذا الحق على الوجه المطلوب منه الذي ينبغي له أن يؤديه عليه، فيخاف أنه ما وفاها حقها، وأنها لم تقبل منه، وأنه لم يبذل جهده في صحتها، وأنها توبة علة وهو لا يشعر بها، كتوبة أرباب الحوائج والإفلاس والمحافظين على حاجاتهم ومنازلهم بين الناس، أو أنه تاب محافظة على حاله فتاب للحال لا خوفا من ذي الجلال، أو أنه تاب طلبا للراحة من الكد في تحصيل الذنب أو اتقاء ما يخافه على عرضه وماله ومنصبه، أو لضعف داعي المعصية في قلبه وخمود نار شهوته، أو لمنافاة المعصية لما يطلبه من العلم والرزق ونحو ذلك من العلل التي تقدح في كون التوبة خوفا من الله وتعظيما له ولحرماته وإجلالا له وخشية من سقوط المنزلة عنده وعن البعد والطرد عن والحجاب عن رؤية وجهه في الدار الآخرة. فهذه التوبة لون، وتوبة أصحاب العلل لون. ومن اتهام التوبة ضعف العزيمة والتفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة، أي في الوقت بعد الوقت، وتذكر حلاوة مواقعته. ومن اتهام التوبة طمأنينته ووثوقه من نفسه بأنه قد تاب حتى كأنه قد أعطي منشوراً بالأمان، فهذه من علامات التهمة. ومن علاماتها جمود العين، عدم البكاء، واستمرار الغفلة، وأن لا يستحدث بعد التوبة أعمالاً صالحة لم تكن له قبل الخطيئة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا يا رب العالمين. إلى أن قال صفحة 42 موعظة، قال ابن الجوزي رحمه الله: الحذر من المعاصي، أي يجب أن نحذر المعاصي فإنها سيئة العواقب، والحذر من الذنوب خصوصا ذنوب الخلوات، فإن المبارزة لله تعالى تسقط العبد من عينه سبحانه، أي أن يجهر بالمعصية، فإن المبارزة لله تعالى أي إظهار المعصية تسقط العبد من عينه سبحانه، ولا ينال لذة المعاصي إلا دائم الغفلة. فأما المؤمن اليقظان فإنه لا يلتذ بها، لأنه عند التذاذه يقف بإزائه علمه بتحريمها وحذره من عقوبتها، فإن قويت معرفته رأى بعين علمه قرب الناهي وهو الله عز وجل، فيتنغص عيشه في حال التذاذه، فإن غلبة سكر الهوى كان القلب متنغصاً بهذه المراقبات، وإن كان الطبع في شهوته فما هي إلا لحظة، ثم خزي دائم وندم ملازم وبكاء متواصل وأسف على ما كان مع طول الزمان، حتى إنه لو تيقن العفو وقف بإزائه حذار العتاب، فأف للذنوب ما أقبح أثرها وأسوأ أخبارها. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وثبتها على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا هداة مهتدين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بعبادك الصالحين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.